السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم سفيان المرزوقي من قناة سفيان المرزوقي لمساعدة المهاجرين في إسبانيا. وكما ولفتكم كل نهار جيتكم بآخر المعطيات وآخر المستجدات فيما يخص تطور الوباء في إسبانيا. إذا كان كيهمك هذا الموضوع بغيت تعرف كل التفاصيل خليك معنا حتى الآخر وغادي تشوف كل شيء بالتفصيل. ورجعت معكم الاخوان، وطبيعه الحال كما ولفتكم كل نهار كنجيكم باخر المعطيات واخر المستجدات فيما يخص تطور الوباء، وكنزيدكم واحد الخبر مع هاد المعلومه هذه. اليوم غادي نهضروا على يعني الخبر اللي راه رايج حاليا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وكيهضر على ان يعني اسبانيا غتغلق الحدود، يعني ما غاديش تفتح الحدود مع المغرب والجزائر والصين. وهذا السبب هذا يعني غادي نهضروا على علاش يعني بالضبط هاد الثلاثه ديال الدول وبزاف ديال الامور. خليكم معي حتى الاخر وغادي نشرح لكم كل شيء بالتفاصيل. طبعا الحال غنهضروا اولا على المعطيات ديال اخر 24 ساعه في اسبانيا. للاسف سجلت 17 وفاه، ولكن على يعني حسب قول هذا المنبر الاعلامي اللي جبت منه يعني الخبر، فهاد 17 الوفاه اللي تسجلت في اخر 24 ساعه ما جاياش فقط الاخر 24 ساعه، ولكن هي يعني تابعه بزاف ديال الايام اللي ما كانوش كيتسجلوا فيها بعض الوفيات. بطبيعه الحال انا بزاف ديال المرات كنهضر على الوفيات على حسب يعني المعطى اللي عطات وزاره الصحه، فما كيكونش داك الشيء يعني اكتواليزادو كما كنقولوا، لان راه ممكن بزاف ديال الكونسيخرياس ديال السانيداد اللي كيخصهم يدوزوا المعطى لوزاره الصحه، فكاين منهم اللي كيتاخر. فهذا الشيء علاش بعض المرات كتكون الوفيات ما كايناش نهائيا، والانسان كيدير كتعلى كيقول كيفاش ما كايناش الوفيات، وهي تسجلت مثلا اليوم حالتي وفاة في المنطقة الفلانية ولا المنطقة الفلانية. دابا حاليا هاد 17 وفاة جاية يعني المعطى ما كانش كيوصل في نفس الوقيتة، هادشي علاش تسجلت 17 وفاة في اخر 24 ساعة، ولكن هي ما تبعاش الاخر 24 ساعة يعني بحدها، ولكن مفرقة ما بين الايام. هادشي علاش فاش كيتسمى يعني التحديث ديال المعطى كيكون يعني واحد النهار اللي كيجيو فيه كاع الوفيات في مرة واحدة. وبالنسبة لعدد الكونتاخيوس وصل 174 حاله في اخر 24 ساعه. غادي نشوفوا هاد الوفيات هادي فين تسجلت وشنو هي المناطق اللي تسجلت فيها الوفيات، وكذلك نشوفوا الكونتاخيوس كيفاش يعني تسجلت في كاع الكومونياليس اوتونوماس ديال اسبانيا. بالنسبه للوفيات تسجلت سبعه، بالنسبه للوفيات في اخر اسبوع. بطبيعه الحال دابا ما غاديش نقول نهضروا على 17 الوفاه اللي تسجلت في اخر 24 ساعه، ولكن غنهضروا على اخر اسبوع. اخر اسبوع تسجلت فيه 21 وفاه اللي هو هاد الاسبوع اللي غادي يسالي اليوم. وهاد ال 21 يعني تسجلت 7 في مدريد، 4 في كاستيا ليون، 3 في بايس باسكو، 2 في اندلسيه، 2 في كاستيا مانشا، 2 في كاتالونيا، و1 في لا ريوخا. يعني المناطق اللي ما ذكرتهاش راه ما تسجلش فيها حتى شي وفاه. هادو هما يعني 21 وفاه اللي تسجلت في اخر يعني اسبوع. بالنسبه للكونتاخيوس كما قلت لكم دازو يعني 134 اللي تسجلت البارح و 174 اليوم، ويعني وكيتفرقوا بالطريقه الاتيه. بالنسبه لمدريد سجلت فيها 50 حاله جديده، كاتالونيا 42 حاله جديده، اراغون 31 حاله جديده، غاليسيا 11 حاله، اندلسيه 9 الحالات، كاستيا لا مانشا 8 الحالات، كومونيداد فالنسيانا 7 الحالات، اكستريمادورا 7 الحالات، مورسيا 3 الحالات، بايس باسكو 3 الحالات، باليارس حاله واحده، كاناريس حاله واحده، نافارا حاله واحده، وكوينتا نويفوس كونتاخيوس ان لاس اولتيماس 24 اوراس. كما قلت لكم يعني هاد هما الاخر يعني الحالات اللي تسجلات في اسبانيا في اخر 24 ساعه، واكثرهم كما قلنا هي مدريد، وكتجي متبوعه باراغون. اراغون يعني مؤخرا كتسجل عدد ديال الحالات كثير بزاف كثير بزاف بالنسبه فيما سبق. فيما سبق كانت اراغون من بين يعني المناطق اللي ما كانتش كتسجل نهائيا، فذاك البروتيس اللي اكتشفوا في اراغون هما السبب اللي خلاها تسجل يعني عدد ديال الحالات كثير بزاف. هذو هما 174 حاله ويعني مفرقه على باقي المناطق في اسبانيا. دابا غادي ندوزو نهضروا على الخبر اللي منشور يعني في جميع مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، وكيهضروا عليه يعني جميع المنابر الاعلاميه، ان اسبانيا غادي ما تحلش يعني الحدود ديالها مع المغرب والجزائر والصين. غادي نشوفوا الاسباب وغادي نعرفوا هذا الشيء كامل بالتفصيل. بالنسبه لهذا الخبر هذا ماشي فقط اسبانيا، بل حتى المانيا سد المعابر ديالها وما فتحهمش مع هاد الدول هادو.
كيفاش وعلاش غادي نشرح لكم انا بالتفصيل. اول شيء كنشير ان كاين بعض الناس اللي هودو من فرنسا هودو السبته، ما عرفتش كيفاش انا قال لهم راسهم هودو السبته ودابا راهم السبته كيعاينوا زعما تحل الحدود ولا باش يكونوا من الاوائل اللي غادي يدخلوا. غادي نخليكم مع هذه الصور هذه وغادي نرجع باش نهضروا على الموضوع. La frontera entre España y Marruecos sigue siendo un mal trago tanto para españoles como para marroquíes que se han quedado atrapados a ambos lados. Mientras el resto de países ha abierto sus fronteras este miércoles 1 de julio, Marruecos se resiste a abrir sus puertas debido al rebrote de casos de coronavirus que está sufriendo, ya que no se ven seguros para abrir y que empiece el tránsito de pasajeros. La problemática también se encuentra en la poca comunicación que desde el país vecino se ofrece a sus ciudadanos, que se encuentran por Europa y no saben cuándo podrán cruzar y reencontrarse con sus familiares. Esto ha llevado a una situación paradójica, la representada por unos residentes en Francia que han venido a Ceuta con la esperanza de que la frontera abra la próxima semana y sean los primeros en poder cruzarla y regresar a su país tantos meses después. Estos individuos han llegado desde Francia, concretamente desde París. Desde la capital gala han cruzado en coche toda la península para poder regresar a Marruecos. Han explicado a las cámaras de Faro Televisión que han tenido un buen viaje, a pesar de ser un trayecto muy largo, de muchos kilómetros. Hemos pasado un muy buen viaje de vuelta. No ha habido ningún contratiempo en toda la ruta. Hemos venido desde París. Además, estos extranjeros denuncian que ni en la estación marítima de Algeciras ni en el puerto de Ceuta se les ha tomado la temperatura, tal y como se ha comentado desde estas instituciones que se haría con los pasajeros, sobre todo si vienen desde otros países. En el barco íbamos unos 40 pasajeros, éramos pocos, pero no nos han tomado la temperatura en ningún momento. Lo único que íbamos separados en el barco. Por otra parte, se van a quedar en Ceuta disfrutando de nuestra ciudad, hasta que por fin se abra la frontera y puedan cruzar. كما شفتوا الاخوان الناس هبطت يعني السبته هبطت. علاش؟ لان سمعوا بان الحدود يعني الاتحاد الاوروبي غيفتح الحدود ديالو مع المغرب ومع الجزائر ومع هاد الدول هذه. بالنسبه لتونس، تونس لا حرج عليها، كنهضروا دابا على الجزائر وعلى المغرب وعلى الصين طبيعة الحال. المشكل ما جايش من الاتحاد الاوروبي، لان الاتحاد الاوروبي اختارهم من بين الدول اللي يعني اختارهم بين بزاف ديال الدول، ما اختارش روسيا، ما اختارش البرازيل، ما اختارش امريكا، واختار المغرب واختار هاد الدول هادو. علاش؟ لان الحاله الوبائيه ديالهم عامه يعني زوينه وماشي بحال كاع الدول كاملين اللي عندهم يعني الوباء طالع بزاف. ولكن المشكل في هاد الدول هادو هما اللي ما بغاوش يحلوا الحدود. وكما قلت لكم انا قبل يعني وشرحتها لكم يعني بصريح العباره، قلت لكم راه اوروبا غتفتح الحدود مع الدول اللي غتفتح معها الحدود. راه الا ما فتحتش معها الحدود وراه كان باين كل شيء في يعني في الريال ديكريتو اللي خرج وكل شيء، يعني داك الشيء في المقال اللي خرج راه كان باين بان اوروبا كتقول بانها غتفتح الحدود ديالها الى داك الدول هذيك عملتها بالمثل. اما شي دوله ما تحلش الحدود ولا غتصمت ما تهضرش كما دار المغرب وكما دارت الجزائر، فما غاديش يحلوا معها الحدود. بطبيعه الحال نهار خرج الخبر خرج وكان عاطين 24 ساعه لهاد الدول هادو باش يجاوبوا واش قابلين يحلوا ولا ما قابلينش يحلوا. المغرب بحال كاع ما كانش في داك الليسته هذيك وما هضرش نهائيا. دابا المشكل هو ان ماشي المهاجرين، حنايا عندنا مشكل، حنا ما عندناش مشكل. المشكل كاين عند العالقين، كاين الناس اللي الاخوات ديال الفريزا اللي كاينين هنايا، كاين بزاف ديال الامور خصهم يرجعوا عند العائله ديالهم. دابا على الاقل كنقولوا زعما المغرب ما حلش الحدود ماشي مشكل، حنا كنخافوا على والدينا اصلا وعلى احبابنا وما باغينش نهود. انا بعدا شخصيا كنقول على راسي شخصيا انا ما باغيش نهود، لان انا كنخافوا على العائله ديالنا. كاين الناس اللي عندها مشاكل هنايا خصها تهود، كاين الناس اللي جات سياحه وجاو بالسياره ديالهم خصهم يهودوا. على الاقل ما قديتوش تحلوا لنا الحدود، يعني شوفوا حل لهاد الناس هادو، هاد الناس هادو خصهم يرجعوا ديورهم. كاين اللي مشات ليه الخدمه ديالو، كاين اللي عنده ولاد صغار في المغرب خصو يكون معاهم، كاين الاخوات ديال الفريزا كيعانيو. انا مشيت حتى عندهم وشفنا الحاله ديالهم كيفاش كيعيشوا، كيعانيو الامر راي. فالله يرحم الوالدين، كنعاودوا ناكدوا على هذا الامر، هذا الدوله المغربيه تحل الحدود ولا تشوف حل لهاد الناس هادو. ما كنتوش باغيين تحلوا الحدود وخايفين من الوباء، شوفوا حل لهاد الناس هادو. هاد الناس خصهم يرجعوا لديورهم، خصهم يمشيو عند ولادهم، خصهم يمشيو للاعمال ديالهم، الخدمه ديالهم، بزاف ديال الامور. هودو طياير من اسبانيا للمغرب، وما يعني اش نقول لكم،
ما وصلوش النصف نتاع الناس العالقين ما هودهمش، النص ديال الناس العالقين ما هودهمش، راه كاين الناس اللي كتنعس في الزنقه، كاين الناس في الجزيره الخضراء، الناس اللي عندهم الاقامه الاسبانيه، وكنعاود نركز على هذا الامر هذا، الناس اللي عندها الاقامه الاسبانيه ولكن ما مستقراش في اسبانيا وكتعيش وراهم مواطنين مغاربه، واش غير عندك الاقامه صافيه غادي تمكرك الدوله ديالك؟ راه كيبقاو مواطنين مغاربه وعندهم الحق يدخلوا التراب ديال الدوله ديالهم، على الناس اللي مقيمين في المغرب وهما اسبان، على اسبانيا دز عليهم الباب؟ ما زدتش عليهم الباب. قالت لهم اي مواطن اسباني بغى يرجع كاين الحل وغادي ترجعوا. فلهذا كنطالبوا الدوله المغربيه يا اما ترجع هاد الناس هادو، طبيعه الحال حنايا عندنا الخدمه ديالنا هنا وعندنا الامور ديالنا هنا، راه ما غاديش نهودوا، وراه قلناها من الديبار، حنا ما كاينش الصيف هاد العام، هاد العام ما كاين المغرب، يعني ما هودينش المغرب هاد العام، يعني ما كاينش الصيف ما غنهودوش المغرب. فلهذا على الاقل دوك الناس اللي يعني محتاجين انهم يهودوا يشوفوا العائلات ديالهم، استقبلوهم ما فيها حتى شي حاجه، هادشي اللي كاين. وبطبيعه الحال كما سبق وقلت لكم، الناس اللي ما عندهاش ضروره للتهود ما تهودش من الاحسن، واخا تيتفتح، واخا ينفرد كاع، يعني ينفرد كاع في 15 7 فتحات المغرب، ولا لان راه كل 8 ايام غادي تاكتواليزا ذاك المعطى هذاك نتاع شكون هي الدول اللي غادي تفتح مع الاتحاد الاوروبي ولا ما يفتحش. انا نصيحه كنعطي للاخوان هذا العام هذا ما تهودوش، يعني الا كان ما كانش عندك شي ضروره قصوى ما تهودش، لا اقل ولا اكثر. نتمنوا يعني نسمعوا شي خبر يعني مفرح، لان صراحه هاد يعني الغموض، يعني هو غموض، حنا بغينا نعرفوا غير شنو واقع، يعني على الاقل غير شي حاجه، مره يخرجوا يخرجوا لنا بلاغ كيقول لك بان الحدود غادي تحل، بانه غادي تطبق عمليه مرحبا، موراها يخرج وزير يعني الخارجيه ويقول لك لا ما كايناش عمليه مرحبا حيت ما وجدنالهاش، موراها ما عرفت شنو، ما عرفناش نهائيا كاع الدول كيعطيو يعني ما عندهمش هذا الغموض هذا. فالدوله ديالنا يعني كتلتزم الصمت، ما عرفناش يعني شنو غادي يوقع، عايشين في غموض. الناس هنايا يعني العالقين راه لا اله الا الله، الناس دخلوا في ازمات نفسيه، بنادم كيفكر في الانتحار، كيفكروا في شحال من حاجه. فنتمنوا من الله سبحانه وتعالى على الاقل يعني يشوفوا من الناحيه ديال هاد الناس هادو، حتى الا ما كانوش غادي يحلوا يشوفوا غير من الناحيه ديال هاد الناس هادو، على يعني الاقل غير ردوا هاد الناس هادو، هاد الشيء اللي كنطلبوا ما كنطلبوش ما اكثر. نتمنى هاد الفيديو هذا يوصل للمسؤولين ويعني وينتبهوا لهذا الامر هذا، لانه مهم بزاف، راه حنا في الاول وفي الاخر كنبقاو مغاربه، يعني هذيك راه بلادنا، والا بغينا نهدوا لها راه ما يمكنش تبقى سد علينا الحدود. كان معكم سفيان المرزوقي من قناه سفيان المرزوقي، مساعد المهاجرين في اسبانيا، نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر وموضوع اخر، تكونوا في احسن الاحوال. السلام عليكم.